ما يجب أن نؤكد عليه في هذا الباب أن السلطة السياسية لا تعني أنها سلطة تشريعية حقيقية أبدا. السلطة التشريعية أيها الإخوة والأخوات مفصولة في النظام الإسلامي، في نظام الحكم، مفصولة عن إيه؟ عن السلطة التنفيذية، هذه سلطة وهذه سلطة. بمعنى أنه لا ينبغي وليس حتى مما يستحب أن يكون عالم دين هو الخليفة أو الإمام مثلا أو وزير الخارجية أو وزير الصحة أبدا. لذلك الحكومة في الإسلام في نهاية المطاف هي حكومة مدنية. لكن سألخص هذه النظرية المعقدة بكلمتين لأقول لكم مصدر أسس وأصول التشريع، وهذا ما يختلف فيه المنظور الإسلامي على المنظور العلماني الليبرالي الغربي. في المنظور العلماني الليبرالي الديمقراطي الغربي هناك سلطة مطلقة الآن للتشريع بيد الشعوب، بمعنى أن أخي المسيحي لا يعتقد أن هناك شيئا محرما في الكتاب المقدس لا يمكن لسلطة الشعب التشريعية للبرلمان مثلا أن يحيله إلى محرم، أو يحيل المباح إلى محرم، أو المحرم إلى مباح. يقول لا، إذا الشعب رأى هذا فليكن فليكن. والسبب تاريخيا أن المسيح عليه الصلاة والسلام حين ارتحل عن هذا العالم بالطريقة التي ارتحل بها لم يكن خلف لنا تراثا تشريعيا مكتملا، كان دينه أشبه منظومة أخلاقية مواعظية إحيائية للآداب إنمائية للروح الإنسانية، لكن لم تكن هناك تفاصيل تشريعية دقيقة كالموجودة في الناموس اليهودي مثلا، في شريعة موسى وفي شريعة اليهود. وهو طبعا قال لم آت لكي أهدم الناموس وإنما جئت لكي أقيم الناموس. ومن هنا كان للبشر، وهذه نقطة خلافية جدا بين الإسلام والمسيحية، كان للبشر وهي وصية عيسى لبطرس قال له ابني كنيستك على هذه الصخرة، وما تحله في الأرض فهو في السماء محلول، وما تعقده أي تحرمه فهو في السماء معقود. في الإسلام لا يمتلك أحد هذه السلطة. أصول الحلال والحرام، الأصول انتبهوا، الأصول لا يمكن أن تنسخ في الإسلام. بمعنى بعضكم الآن طبعا ستصدمه هذه الفكرة ولن تروق له، يقول إذن نحن مقيدون دينيا. لا، في الإسلام مثلا لا يمكن أن يباح الغش أو الكذب أو السرقة أو الظلم أو العدوان أو السطو على أعراض الناس والسطو على ثمرات عقولهم أو ثمرات أيديهم، كل هذا مما يحرم. ولا يمكن أن يسوغ في يوم من الأيام، أو حتى أكون معكم صريحا، نكاح المحارم مثلا الإسلام لا يمكن أن يتساهل فيه، وسأكون أكثر صراحة وسيصدم بعض الناس أو اكتفاء الجنس بجنسه، يعني زواج الرجال كقاعدة، لا، الإسلام لا يتساهل في هذه الأشياء. يمكن أن يكون له موقف فقهي متسامح من هذه الظواهر كظواهر مرضية تحتاج إلى علاج، إعادة تقويم، إعادة نقاش. أما أن ينظر إليها على أنها أشياء طبيعية ويمكن أن تصبح قاعدية في المجتمع، الإسلام لا يستنكف من هذا، لأن أصول هذه الأشياء كما قلت لا تقبل النسخ في الإسلام. فيما عدا ذلك كيف ننظم حياتنا مدنيا، كيف ننظم جوانب هذه الحياة إداريا اقتصاديا سياسيا سلطويا إلى آخره، هذا أمر متاح جدا جدا في الإسلام. لذلك سأرخص بكلمة واحدة هذه النظرية التي تقول مصدر أصول التشريع السماء الله، ومصدر شرعية الحاكم أو مصدر الحكم وشرعية الحاكم الشعب. من الذي أتى بهذا الحكم؟ نحن الشعب، لم يأتي به باسم باسم وصايا أو باسم حق إلهي أبدا، نحن الذين أتينا به ونحن الذين يمكن أن نذهب به بالانتخابات بصندوق الانتخابات. لكن لا يستطيع هذا الحاكم ولا يستطيع البرلمان أن يأتي بتشريع ينقض التشريع الإلهي من أصله فيبيح أصول ما حرم مثلا الإسلام ويحرم أصول ما أحل الإسلام، لا نستطيع ذلك. ومن هنا فالحكومة في الإسلام ليست ثيوقراطية كما أنها ليست ديمقراطية مطلقا كما يفهم الغربيون من إيه من مصطلح ديمقراطية. نحن نقبل الديمقراطية على أنها آليات سلمية ومعقولة، وهي أحسن ما توصلت إليه ربما الحضارة الإنسانية في مجال التطبيق ومجال التنظير، نقبله كآليات للتداول السلمي على السلطة. لكننا نرفض بعض وليس كل بعض الأسس الفلسفية لهذه الديمقراطية، أن يقال لنا أن نحل ما أردنا
ولنا أن نحرم ما أردنا وليس لله شأن فينا. طبعا هذا معناه في نهاية المطاف أن الدين سينسخ بالكلية. طبعا سيأتي يوم نقول للدين اذهب من حيث أتيت، لسنا بحاجة إلى دين ولا إلى كتاب مقدس ولا إلى قرآن ولا إلى كنيسة ولا إلى مسجد. طبعا نحن كأهل هذا الدين ومعجبون ومحبون وملتزمون نرفض هذا المنطق. هذا ما يمكن أن أقوله في جواب هذه المسألة، والله تبارك وتعالى أعلم.